القصيدة دي اتكتبت في السجل المدني بصفاقس عام 1982. حكمت بتهمة المس من كرامة رئيس الجمهورية واحد عضادة وانت كان الوراق السائب عرف كرامة حتى وحاكم المياسدة. الصورة هي أم ريفية كانت تحلم أن ولدها يتخرج من الجامعة يسمعها وهم القفة رصدلها هي تنزل في القفة في حبس. خلوني نبكي على ولدي ما عدتوا تشوفوه، خلوني نبكي على كبدي نهار اسود هزوه، قالوا لي في الحبس تعذب جلادة ضربوه، ولدي لا سارق لا مجرم لا فاسق شدوه، ليدير معايب في بيتي جميع اهلي يحبوه، قولوا لي وشنو التهمة رم قلبي حرقوها خيتي رم قلبي حرقوه. جاء كلب الشارع ينبح كالسيادة طلقوه، قالها ولدك سب الدولة وعونا سمعوه، قالها ولدك هذا الشيوعي يكفر بالحكموه. ويوم دادة جت وزارتني في الحبس الغلقوه، قالت لي ولدي قالوا شوعي وما فهمت اللي عنوه، قالت لي وليدي قالوا كافر وهم ربي عرفوه. قلت لها يزيها وامه ما تعيد القالوه، نكفر بالحاكم والذنابه وقانون الوضعوه، نكفر بالنهبه والرشوه وبفقر العشقوه، لكن دادة انا يا نومن بالشعب القمعوه، لازم يتحرر من قيادة اللي يفيد حطوه، يهدم قصر الظلم العالي فوق روس السكنوه. قالت لي هوليد الغالي هالظلم نحسوه، لكن هذا الحكم ظالم اللي يتكلم يدوه كبدي اللي يتكلم يدوه. كنت امه بدموع غزيرة على وليدها السجنوه، قلت لها ابكي هبومه بالدم لسفكوه، ابكي على عرقك هبومه سمسارة شربوه، ابكي على زيت الزيتونة للخارج وزقوه، ابكي على الفصفات المينا من الفاق وسرقوه، ابكي على طالب هومة من الجمعة رفضوه، ابكي على رفيقي هللة كلب نهضة قتلوه، وهي أمة ما تبكي علينا الحبس نعدوه، والباب الغلقوها علينا جي نهار نحلوها للا جي نهار نحلوها. مادام الفرسان